أربعاء أبناء بسكلي دخلوا مباشرة في تفاصيل العمل الهجومي، وهذه رأسية منصور الذي كان وجه لوجه لكنه يضيع. الكابا يوصل الضغط وتسديدة عمور هذه تصطدم بالعارضة الأفقية. نلعب الدقيقة 34، عمل هجومي ومنسق من جانب أمل الأربعاء ينتهي بتسديدة بوكروة التي تنتهي بدورها في شباك الحارس بن خوجة. هدف لصفر بفضل هذا اللاعب بوكروة. رد فعل المحليين جاء سريعا لكنه كان عقيما عن طريق منصور وعمور، ومصفار كان آخر من سدد هنا، لكن الكرة تأبى الدخول إلى شباك قارع. منصور هو الآخر يضيع ما لا يضيع بعد هذه الفرصة وأمام شباك شاغرة. وعكس مجريات اللقاء جاء الهدف الثاني لصالح أمل الأربعاء الذي وقعه اللاعب عبد القدوس، لتصبح النتيجة هدفين دون مقابل. آخر فرصة في الشوط الأول كانت من جانب المحليين لكن دون جدوى، النتيجة بقت على حالها هدفين لصفر. بداية المرحلة الثانية الأمل يتمكن من زيارة شباك بن خوجة للمرة الثالثة، لكن الحكم نسيب لم يحتسبه بحجة التسلل. هذه الإعادة وهذه وضعية اللاعب درام مسجل الهدف كما تشاهدون. نلعب الدقيقة 51، وعلى إثر هذه اللقطة الحكم نسيب يعلن عن ضربة جزاء لمصلحة فريق أهلي برج بوريريج. منصور يتولى التنفيذ لكنه يخفق في تقليص الفارق. تلعب الدقيقة 82، وعلى إثر هذه العرقلة الحكم يعلن ضربة جزاء لمصلحة الأربعاء. يحولها اللاعب درام إلى هدف ثالث لمصلحة فريقه. وفي الدقيقة 87 يتمكن اللاعب الشبيرة من تقليص الفارق، وتصبح 3 أهداف مقابل هدف واحد. وفوز مستحق لأمل الأربعاء الذي خرج عناصره تحت تصفيقات الجمهور، لكن الحكم نسيب خرج تحت وبلا من الحجارة. وإذا مباشرة لتحليل حول هذه المباراة، أهلي البرج أضعف فريق.